بسم الله الرحمن الرحيم. أنا والدة الصيدلانية زهراء شريف سالم، جينا من الناصرية اللي هنا حتى نطالب بحقوق أبنائنا وبناتنا، لأنه خريجين 23 عندهم قانون والقانون لازم يتفعل. نطالب من رئيس الوزراء وأيضا من وزير الصحة يفعلون هذا القانون، يعينون بناتنا اللي صار لهم سنة قاعدين. فهاي مطالبنا، أهم شيء هو التعيين، يثبتونهم، وهذا مطلبنا الأساسي. عددكم شقد اللي خريجين اقسام الطبيه؟ احنا عددنا الخريجين الاقسام الطبيه عددنا 57,000 وكذا رقم، فاللي تعينوا منهم قسمونا الى قسمين، الوجبه الاولى تعينوا عدد 28,400 والمتبقي 27,800 تقريبا. احنا عندنا قانون مركزي، قانون رقم 6 لعام 2000 يكفل تعيين الجميع بدون استثناء، لكن الوزاره ميزت اقسام عن اقسام اخرى. شنو السبب؟ لحد الان ما نعرف، بحجه انه الوزاره تدعي اكو فائض بالاقسام الطبيه، بالرغم انه بعض من الاقسام اللي تعينوا هم اساسا فائض، يعني فائض وضعف العدد والاحتياج الفعلي الحقيقي للوزاره. يعني مثلا يعني هم كلهم اخواننا طبعا، بس احنا اذا نيجي للحقيقه وللفائض، التمريض عددهم والاحتياج الفعلي بالوزاره 50,000، المعينين حاليا عددهم 106,000 تمريضي بالعراق. تعينوا المعاهد والكليات يعني المعاهد والكليات والاعداديات، واحنا الدرجه السادسه الاسنان والصيدله وبعد التحليلات وهاي معاهد احنا استثنونا. شنو السبب او شنو الاساس اللي مشت عليه الوزاره بالاستثناء؟ ماكو. اذا نجي على شغله الفائض، فانه فائض هواي اقسام من اللي تعينوا هم اساسا فائض. تمام. حضرتك عندك معلومات هناك اكو محسوبيه اكو واسطات لتعيين المجموعه الاولى؟ بغض النظر، لا، المجموعه الاولى طبعا ما صار بها اي محسوبيه او واسطات، كلتها يعني مشت حسب احتياج الوزاره. اللي اريد اوصله من خلال قناتكم الى معالي وزير الصحه المحترم، احنا ولدك وبناتك صار لنا سنة كاملة نتظاهر، وهاي المظاهرة مالي اليوم صار لنا يومين من البارحة واليوم، احنا مفترشين القاع حشا السامع، يعني اللي يروح واللي يجي يقول هذول شنو؟ مجموعة طبية بالقاع نايمين، ولدنا وبناتنا كليتين بالشوارع، يعني حتى الله من فوق ما يرضاها. 27,000 خريج، احنا مو بس الخريج هو اللي حظه وقع وطاح بالقاع، لا، اهله همينه، امه ابوه اخوته اهله، اني همينه وحده من الناس من ذول الخريجين صار اليومين الظاهر. اني قسم تحليلات معهد، شهادتين عندي، كملت هندسه ماكو تعيين، رجعت النوبه درست معهد تحليلات على اعتبار انه اكو تعيين مركزي، قانون رقم 6 سنه 2000 يكفل حقي بالتعيين، بالتالي اروح واكمل اتخرج ويقولوا لي ماكو تعيين. ليش؟ احنا هسه ما عندنا غير بس الله والوزير ينظر لحالنا ويباوع على هذه الخريجين، الاف الخريجين اللي نايمين بالشوارع، نريد رحمه من عنده وينزل لنا بكتاب رسمي ويعين الموجودين كلهم، هذا المطلب مالتنا الاول والاخير. عدم تعيينكم مؤثر على معيشتكم؟ مثلا اهلك معتمدين عليك؟ بالتاكيد هالشيء معروف بالعراق، انه اغلب الطلاب اليوم طلاب السادس اعدادي توجههم للكليه الطبيه باعتبار اكو تعيين، يعني فبالنتيجه الدوله تتجاوز على القانون. يعني اليوم احنا عندنا نواب من اعضاء بالتخطيط والتعليم والصحه، كلهم عندهم علم باعداد الخريجين اللي هي 27,000 57,000 عفوا، شلون تتعين 29 وتعوف 27 وتخلي بالقانون الموازنه اللي هو قانون يتجاوز على قانون؟ انا ما اعرف شلون دوله يعني قوانينها متضاربه اليوم، لان قانون الموازنه يتجاوز على قانون سنه 6 رقم 6 سنه 2000، فبالتالي احنا اليوم نعاتب رئيس الوزراء وكل الوزراء اللي موجودين وكل الساده النواب اللي موجودين، لان هذا التجاوز صار يعني خلل بالدوله، لانه ماكو دوله اليوم تتجاوز على قانون وتضرب القانون بقرار، يعني ما نعرف شنو اللي صار، ما نعرف. وزير الصحه عتبنا عليه لان هو باعتبار زميلنا وابونا، فاحنا نطلب من عنده ونطلب من جميع المسؤولين انه ينظرونا بعين يعني الابوه والرحمه على مود يعني يعينون هاي الشباب، يعني صار لنا يومين واقفين هنا. شكرا. سؤالي بخصوص موضوع المسؤولين او استجابه وزاره الصحه، التقيتوا باحد؟ ايه السلام عليكم. اولا التقينا احنا وزارة الصحة، التقينا ويا مستشار رئيس الوزراء، قدمنا له مقترحات، من ضمن المقترحات يابا قلنا له احنا نريد نتعين بس بدون راتب من موازنة 2025، ترجعنا بث الرجعي، رفضوا هاي المقترحات. زين، انا عندي سؤال الوزير الصحة، لما طلع وصرح العام قال تعينكم 1/9 وخلى هاي الناس تتأمل، معقول هو ما عنده علم بهاي الأعداد؟ معقول هو ما عنده علم هاي قد راح يتخرجون، هاي قد يحتاج فلوس؟ زين هاي العلم هاي شنو ذنبها؟ انا خريج هاي السنه وانا خريج كليه سابقه، خريج ادب انجليزي كذلك، ما حصلت فرص عمل، يعني انا وين اروح؟
كذلك ما حصلت هذا فرص عمل، لا مدرسة أهلية، لا محاضر مجاني، إذا محاضر مجاني منهم ما خلوا عينوني، وبالتالي اتجهت كلها تالية. هاي أنا يعني هاي حالة من ضمن الحالات، بس نريد نعرف شنو مصيرنا، ما حد يعرف.